صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. في هذه الندوة اليوم نستعرض جهود عالم وباحث ومصلح هو بديه الزمان سعيد النورسي. وكما قلنا إن الأمة عاشت فترة من الزمن أو قرونا طويلة بعد قرون العز والتقدم والازدهار الحضاري الذي انتقل إلى أوروبا عن طريق المعابر الحضارية في الأندلس وصقلية وعن طريق الاحتجاج أثناء الحروب الصليبية. ثم غطت الأمة في نوم عميق بينما نهضت أوروبا وبنت على أساس حضارتنا العربية والإسلامية. ثم هب المصلحون الذين أدركوا هذه الفجوة الحضارية هبوا لكي يعيدوا هذه الأمة إلى سابق مجدها وحضارتها. ومنذ 100 عام تقريبا كانت الخطبة الشامية التي ألقاها بديع الزمان سعيد النورسي على منبر الجامع الأموي في دمشق عام 1911 استعرض فيها النورسي أسباب ما أصاب الأمة الإسلامية من أمراض أوقفت مسيرتها الحضارية بما لا يتجاوز حدود القرون الوسطى في الوقت الذي انطلق فيه الأوروبيون والغرب عموما نحو المستقبل، وهي أمراض اليأس الذي يجد فينا بواعثه وموت الصدق في الحياة الاجتماعية والسياسية وحب العداوة والجهل بالروابط النورانية بين المؤمنين وسريان الاستبداد وحصر الهمة في المنفعة الشخصية، وأمراض وأدواء نعاني منها جميعا وتعاني منها بلداننا. ولم تقف رؤية النورسي على هذه أو على هذا التشخيص السلبي، وإنما كان هدفه الأساسي انتشال الأمة الإسلامية من همة الضعف والتخلف وإبراز ما تتسم به حضارتنا من جوانب إيجابية يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق نحو المستقبل، أو بالأحرى يمكن أن تشكل نموذجا حضاريا تتوافق فيه القيم المادية والروحية ولا تتصارع. نموذج يتقدم فيه العلم وتقنياته جنبا إلى جنب مع الثقافة والفنون والآداب. نموذج يضع الجميع على قدم المساواة ويرسخ للعدالة كأساس للتعامل مع الجميع. نموذج يؤسس لحوار منطقي عقلاني يسعى إلى التواصل مع الآخر وليس إبعاده أو تنحيته من الوجود. أسس النورسي برسائله نموذجا حضاريا مستقبليا ينطلق من العدالة ويسترشد بالإيمان، وتجلت ملامح هذا النموذج حين استقامت أمتنا الإسلامية على منهج القرآن الإيماني في مختلف شؤون الحياة. وعلى هذا تسعى ندوتنا إلى التماس ذلك النموذج الحضاري الإيجابي الذي قدمه مصلحنا وتفعيل ما به من تصورات وأفكار تصلح لأن تكون منهجا علميا يستند إلى أسس إيمانية، منهج نلتزم به كمسلمين ويكون مثلا مقتدى وصورة مشرقة يجب فيها الغرب غلطه المفقودة بعد أن انتزع منه الشعار المادي والصراع العنصري كل إحساس بالأمن والطمأنينة. أهلا بمعالي عميد الكلية، وقد انتظرناه طويلا ثم بدأنا وانتظرناه أيضا، يعني نحن نتكلم إلى أن تأتي. واعتذار من عميد الكلية جزاه الله خيرا لشغالي في الجامعة. ونرحب مرة أخرى بالضيوف، والكلمة الآن لسعادة الأستاذ الدكتور عيد. نعم. طيب ياخذ نفسه. فيلم عن حياة بديع الزمان النورسي. شو اللي نزلوا فيلم الدنيا بتاعك؟